الأخ عبد الله الحسين أرسل بسؤال يستفسر منكم عنه، يقول: ما حكم الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر لمن كان مسافرا يا شيخ وقد استقر في مكانه ليوم أو يومين؟ إذا كانت الإقامة لا تصل إلى 4 أيام فلا بأس بالقصر، أما الجمع فلا حاجة إليه، صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في منى أيام التشريق يقصر بلا جمع، صلي كل صلاة في وقتها. نعم.